تكون فيها برشا برشا تحدي، برشا شدين صحيح، برشا علامات كالتكميش وعلامات تورينا قديش المرأة التونسية مرأة عظيمة بيتميم على الكلمة. غدوة نحتفلوا بالعيد الوطني للمرأة، وغدوة أيضا عيد ميلاد أمي تصور، ربي يفضلها وتولدت قبل العيد العيد الوطني للمرأة. أنا نحتفل بالعيد الوطني للمرأة من قبل من قبل ما يبدو. وأختنا زينب الهمامي اللي تشرفنا ونكرمها راه اليوم باش نعطيك المعطيات ونعطيهم للسادة المستمعين والمشاهدين، عمرها 59 سنة، انقطعت على الدراسة توا مدة 37 سنة بسبب شنو؟ ساعة نقول لك على السلامة منورتنا وقرب لي لك الميكروفون زينب، منورتنا أختي زينب وفرحة كبيرة لو نستقبلك في الأسود. ربي يفضلك، وأنا عندي لي الشرف الكبير الشرف لي عايش. مرحبا بك. به علاش انقطعت على الدراسة؟ والله سبب زواج. كريت وش يعمل الزواج وسبب زواج. بون تزوجت ما نجحتش وقتها. تزوجت وجبت الأولاد، عديت الباك عام 85-86 ما سعفنيش الحق. عرست تزوجت. الراجل قال لك لا يذوي. لا ما قاليش الحق. لا علاش مش سبب الزواج؟ الاولاد قول بون الاولاد وقتها انا في العام هذاك معناها جبت انجبت ولدي ربي يفضل يعيشك. شو عندك صغيرات؟ عندي وليد وبنية بون لما حاله توا رجال وعندي احفاد زوز احفاد. اللهم صل على النبي يعيشك. قداش عمرهم الاحفاد؟ الاحفاد ولدي 6 سنين والاخر 5 سنين. نعم صلى على النبي. رجعت حضرت سنة البكالوري. رجعت حضرت سنة بعد 7 سنين. عم ناول لما حال عملتك اللي بديت شوية حضرت لقيت روحي معناها تحت كنترول. أخي تشجعت عم ناول أي تشجعت قلت هاو معناها نجم نكون. وليت عودت سنة معناها عودت سنة وإن شاء الله. الحمد لله. والحمد لله نجحت. نجحت. أكيد باكليتر. أي باكليتر. أي. باكليتر. أي. الوليدات وصلتهم وتهنيت عليهم. فما اللي عنده عليهم. أستاذية في الإنجليزية أستاذية. بنتي خرجت أنجلي ولدي خرج لي نابس وخرج يعمل ماستر البرة وتزوج غادي وبنتي زادة كيف تعيش البرة. ما حضروا لكش هم؟ جات لا بنتي بركة جات قرأت لي جات خصيصا باش تقرأ لي المساج متاع النجاح. مش حضرت لك الأنجلي؟ لا أنا حضرت لهم قبل في الباك متاعهم. المعدل اللي خديت به الباك برسك ديس. ايه برسك ديس بعد 37 سنة. منظومة تبدلت الكل. خديت ديس في الفلسفة 9 في العربية 11 فيرجول في الفرنسي 19 في الرسم تربية تشكيلية. شوف الجيل القديم ديس في الفرنسي لا 11 ديمي في الفرنسي حاتم وقت اللي عدنا وقت نقراو من السنة الأولى باش تعرف توا في الأجيال الجديدة الأصفار اللي موجودة في الفرنسية والإنجليزية. لأنه ما نبدلوش القراية بالفرنسية لم بعد احنا من السنة الأولى ابتدائي احنا من السنة الأولى سيفري جينيراسيون تاع الستينات الكلها. حبيت نسألك كيفاش قبلت العائلة انك تمشي تعدي البكالوريا زينب الهمام؟ والله العائله ما قالتليش. كان زوجي واولادي. وزوجك اش قال لك؟ والله ما قال لي حتى شيء. شجع فيا. شجعك؟ وبين سور ديما يهز فيا هو معناها سورتو في كيفاش نعمل ديزيتود بعيده شويه يهزني ويجيبني عملت ليتود كيما اي كيما التلامذه الكل كلفت شويه ماني نخدم عادي. لا ما هو يلزمها تعمل انت شنو خدمتك تو؟ انا نخدم في وزاره التعليم العالي. نتصرف في وزاره التعليم العالي. ونخدم في المركز الثقافي حسين بوزيان. ايه معناها بنت الوزاره. في جو الطلبه. مركز الثقافي. في جو الطلبه. هذاك جو الطلبه. هو حسره. سنة جو الطلبه. ووجهت خذات الاورينتاسيون تاعها عربيه. العربية أنا نحب إن نعاود نعمل إن شاء الله ريوريونتاسيون حابة على علم اجتماع أمنية معناها علم اجتماع نحب نعمل سوسيولوجي. ماكش باش تقلق وقت اللي باش تمشي للجامعة؟ لا أمنية 9 أبريل. العربية مش في 9 أبريل في نفس الواحد أما جوست الشعبة باش أنا نبدلها ونحب نبدل علم اجتماع مش عربي. بون لما نحبها العربية مي علم اجتماع نحس روحي اللي نجم نعطي فيه أكثر. زينة مش في قلبك أنك تقرأ مع تقريبا 20 سنة المعدل نتاع الأعمار اللي داخلين الفاكولتي؟ لا بدي عاملة تيرابي روحي. عادي بالحق اللي معناها كلي عادي في الجامعة عادي لا خاطر زاد قريت في
الليسي عملت التسجيل، سجلت في مؤسسة معناها خاصة. والله سنة قريت في مؤسسة خاصة، معناها لقيت باك ليبر عديتها وتدخل منضبطة في الحصص وتقعد مع الشبيبة. أكثر واحدة منضبطة الطاولة الأولى. كيف يبدأ الأستاذ يقري فيك ولا الأستاذ أصغر منك في العمر؟ أنا جيت لا بروميير دو لا كلاس. بروميير دو لا كلاس، لا بروميير دو لا كلاس وي سي. هي واخذة 10 في فلسفة. أي 11.5 في فرنسا، 10 في الفلسفة شكون يجيب؟ جيتي لا بروميير. نحب نسلك حاجة أخرى زينب الهمامي المتحصلة، علاش رجعت تعدي في الباك؟ والله أمنية نحب ناخذ الباك، أمنيتي كوني الميكرو قطعت على الدراسة، أمنية من أمنية كوني أنا نتحصل على شهادة البكالوريا ونمشي نقرا في 9 أبريل. إذا كان نعمل الحساب وربي طول في عمرك في الخير، تو عمرك 59 سنة. ثلاثة سنين على الروتريت الرسمية معناها. اي وثلاثة سنين ناخذ ليسونس بإذن الله. شو باش تعمل بها؟ باش ترجع تقري بها؟ لا لا ما عنديش أنا بوغ موا ميم. ليك أنت. هذه رغبة لي أنا، رغبة معناها ليا أنا في تحقيق ذاتي، تحقيق ما نعرفش حاجة، رغبة. ريت نحب نحقق وجودي بالتعليم. برافو عليك يا زينب. زينب الهمامي شهادة أخرى ناخذوها اليوم تعطينا برشا أمل. فمش مستحيل احنا هاكا كرمنا المرأة معناها بنموذج آخر مختلف، استدعيناش مسؤولة، استدعيناش وزيرة، استدعيناش ربنا ربك لوليدات. كرمتني وزيرة المرأة، وزيرة المرأة سيدة أمال بن حاج موسى، وشفتها الصور وكرمتك ويعطيها صحة. مشكورة بيان سيغ، مشكورة تمثل الحكومة معناها كرمت الدولة التونسية اللي كرمتك، واحنا اليوم نكرموك زادة بكل فخر واعتزاز. شكرا ربي فضلك. معناها زينب وريتنا درس آخر من دروس المرأة التونسية. هاي المرأة التونسية هاي، هذه هي خليفة. برافو، رغم مشاغب العائلة والأحفاد أكيد، رغم الأحفاد البرع ديما. أنا إيش عجبتني العملية وصلت لوليدات هنا تعليم، خذوا الأستاذية توقلت انا باش ناخذ الاستاذيه نتاعي. وي بالحق، ان شاء الله ان شاء الله تتحقق الامنيه باذن الله. باذن الله. امتحانات شفتهم صعب ولا؟ المنهجيه تبدلت برشا، مش كيما قبل معناها. احنا جيل الثمانينات نكتبوا برشا ونتوسعوا برشا ونحلوا برشا، توا المنهج هو اللي يحكم. المنهج شويه معلومات، لكن المنهجيه هي اللي معناها الفيصل. في الاعداد يحسبوا برشا منهجيه، يعطيو برشا على المنهجيه، سيرتو عربيه وفلسفه. حتى الفرنسي زاد كيف كيف، الانجليزيه. شكون لهم التلامذه اللي ما خذوش الباكستان؟ والله عاودوا، والله يكبشوا، على خاطر العلم بالحق تقعد هكا معناها. ما نعرفش انا، بالعلم نحيا، بالعلم معناها تنجم حتى تفتخر بنفسك. ما نعرفش انا، سبحان الله عبد ال ال نعرفش. العلم 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 عملت حفلة العلم. والله هما عملوا لك كنت مخبية الامور. اي كي خرجت انت جماعه بيان سور هو ما عادش فيها معناها. اما بون حفلة مش حفلة، حفلة كبيرة هما شوية صغاريت في الدار بالطبيعة اكيد. هذيك يوميا لا لا جاوني جاو يهنيو مش فيك انت، انا حتى الاستاذة جاو يهنيو فيا. يسخيبوا بنتك نجحت ولا ولدك نجح؟ هي حضرت عليهم الزوز وقت يلقاو زينب الهمامي هي اللي نجحت. نجحت زينب. زوجك بعد النجاح شنو؟ والله فرحان ومشجعني معناها، يحبني، كان حبني، يحبني نواصل القراية معناها. هذا لك كادو مثلا؟ والله هو أنا عم ناول كي تعديت كنترول وما نجحتش، هدالي كادو. ايه فما بالك توا.